الاولاد ديال هذه المنطقه فين يقراو؟ كيقراو هنا في نواشكلات. بنواشكلات كاين المدرسه تما. كاين مدرسه تما، ولكن ها هو ها هما التلاميذ داو الشهاده ديالهم. نعم. داو السادس ديالهم باش يهودوا للمدينه، ما كانش داخليه. داخليه. وما كانش فين يكونوا، ها هما ريضوا على القراءه ديالهم، هذا راه جريمه كبرى. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا راح نتواجدوا الان في دوار مالو، هاد دوار مالو جايه في المنطقه ديال بنواشكلات والزواهره. وهنايا عندنا واحد المدرسه تاع الابتدائي هنايا، وقفنا معاهم ودرنا لهم شي مسائل وراهم فما يقراوا الاولاد. نعم. ولكن من حتى للسادس ما كانش فين يمشيو. دابا ها هو واحد الاب ديال واحد التلميذ هو غادي يعطي لنا المعلومه الكافيه باش تسمعوا، يعني من علمك يعني غادي هو اللي يعطي لنا المعلومه، ماشي انا غادي نقول لكم نقول راني نكذب ولا. ها هو راه خونا نسقسيوه. السلام عليكم. تبارك الله عليك. الولد ديالك سميتو جمال. جمال خد نجح في السادس. واو. وماشي هو يقرا في السابع. واو. وشنو وقع له الولد؟ واو تحكي لنا شنو وقع الولد. ما كانش فين يكون تما، الداخليه ما كانش، الاخر ما كانش فين الاخر، قال لك خص دبر عليه، دفعنا درنا الشكايه للطوبيس، مازال ما ردوش علينا، مازال ما كان والو. درك على ما فهمت انايا خصك تكري له تما ولا تمشي ترحل لبدينا باش تقري الولد ديالك. باش يقرا، لا والو. وما ما عندهمش باش مصاريف، باش غادي يبقى مصاريف لوطو كورسا وترداها كورسا. مصاريف تبقى تدير مع السبعه وتردو مع 12 وتردو مع العشيه. هذو راه هنا جايب لنا غير السلاحه ديالهم، فلاحه ولا 15 راه بزاف بزاف باش قد. هاد الناس هادو راه جايب لنا غير الفلاحه هنايا، فلاحه عاديه ماشي شي فلاحه كبيره ولا غير تاع معيشه يوميه. واش غادي يسمح في الفلاحه ديالو هنا تاع المعيشه اليوميه ويتبع ولده؟ يبقى يديه ويجيبو. فهمت واه. باش يكري له راه بزاف. ولكن نطلبوا ان شاء الله، نطلبوا بها الناس ديال بالاخص حتى انا رجل تعليم، نطلبوا بالسيد النائب والسيد العامل ديال مدينه بركان انهم يقوموا بهذا ينوضوا ويديروا لاخر تما ويشوفوا هذا الطوبيس ويعطيوه. بنواشكلات جواهره حمداوه ديال مالو. كاع ثلاثه الدواوير مبرين ما عندهمش، ما كيستافدوش. يعني راهم داروا الطلب. وي. رغم انهم داروا الطلب ولكن ما كانش الاستجابه. ولهذا فوقاش درتوا الطلب؟ فوقاش درتوا الطلب؟ هذا شحال كيكون ما صاول في بدايه الموسم الدراسي. بدايه الموسم الدراسي راه فايت شهر. شهر ولا فايت. فايت شهر. ما كانش جواب مثلا؟ مازال ما ردوش. ما كانش اللي جاوا لان ما كانش المتابعه. ربما ما تلقاوش التلاميذ بزاف ولا؟ بشحال ديال التلاميذ اللي كاين؟ واخا يكونوا ستة تاع الناس يهودهم ويردوا. شحال تردوا هنا في الدوار؟ راه كاينين ستة تاع الناس بلا اللي راهم من تحت داوهم عند قال لي دا اختو عند بنته عند اختو. يعني هنا كاين دا عند امه كان لي الخو. كاين الناس تاع المدينه كان لي دا عند اختو في المدينه دا ولدو عند اختو كاين اللي عاود ذا. بصح هذو سته اللي هنا باقيين راهم قاطعوا الدراسه. قاطعوا الدراسه لان ما عندهمش فين يمشيو. احسن العوان. داوهم للمدينه قال كي كان جبر الطوبيس ماذا بينا هنا يبقاو يجوا يوليو عندهم يبقاو يباتوا هنا والصباح يديهم والعشيه يردوا. ايوا هذه زعما بصراحه نتمنى من الله تكون هذه الرساله واصله ان شاء الله. هذه الرساله هذه ويقوم هذا الواجب لان هذا راه ماشي هذا طالب علم، ماشي راه حنا نقلبوا على شي حاجه اللي بعيده. لان هذه الدور هكذا ديال الدور ما نهمشوهمش. كاينه انا قريت هنايا وراني استاذ وديت لي على روتريت. تبارك الله. ولكن واش الكل ما كانش عندي الدار في بركان، كانت عند الوالد الدار في بركان ما نقراش. اللي يكون عندي الاشكال ولا الاخر غادي يتهدم. عاود غادي خصو يتعدل. واه خصو معاه ديال وشكرا دي. واه كاين واحد اللي يكون يقريو فيه الصباح يخرجوا هادوك يردوا الاخرين يقراو تما العشيه. إيه كان جوج تاع اللي كويان مريقلين معدلين الاخر يقريني هو هادوك يقروني. وحتى تما دفعوا شي طلب ديال الاصلاح ولا شي حاجه؟ دفعوا راه مازال ما كان والو. كان والو يقول لك هاد العام نعدلوا هاد العام ساعه ما كان والو، ما كاين لا اصلاح لا والو. الله محمد رسول الله. نتمنى من الله تكون الرساله واصله ان شاء الله. نشكرك بارك الله فيك المجهود اللي تقوم به. الله يحفظك. وهذه في الصالح ديال الصالح العام ماشي شخصيه ولا في صالح العام. والحمد لله راك تشوف الدوار نتا تبارك الله. وشفنا حتى الطريق راه لابيس. لابيس من تحت لهنايا. شحال كيلومتر من الطريق؟ كيلومتر تاع لابيس. معليش درتوا شي طلب ولا شي حاجه على حساب الطريق؟ الطلب هذاك راه عاد راه حنا في الطريق يمكن غادي نزفتوه. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. دايرين واحد المجهود ونطلبوا الله تنتفعوا. امين 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 رب العالمين. شكرا بزاف. ويبقاو الناس هنايا في القرى ديالهم عمري القرى اولا كل شيء يهاجروا للمدينه ويخلوا في شيء. الله يلانيش. لا استفاده لا والو. الله يلانيش. والان حنايا الحمد لله نطلبوا السيد العامل. نعم. يدير واحد البادره طيبه ان لوفيس ينوض ويزيد يعدل السواقي ويحفر الحواسي ويعطي لنا الماتر.
الطريق والماء، هذا هو المهم. الماء والطريق هو الاساس. وما الذره كاين الحمد لله راه كاين. كاين الضوء، خصنا غير الطريق وسدتوا الماء. تبارك الله كما شفتوا الحاسية على سبيل. هذا ديال الحواسي، هذا ديال الدولة عطات لنا 13 متر وحنا 16 متر. تبارك الله. والاخرين غير محسنين في الخارج مساكن تطوعوا سبيل الله. تبارك الله. هو منطقة تبارك الله. هذا الموتور؟ الموتور ديالهم. الموتور ديالهم. الموتور زين. هذا الموتور تحنا لوفيس. ولكن غادي نمشيو ان شاء الله غادي نديروا واحد الطلب ان شاء الله باسم الجمعيه سقويه عندي انا هو الرئيس ديالها غادي باش يعطيو لنا شي موتور اخر يكون يجبد شويه مزيان ومزيان شويه هذا يعني يجبد شويه مزيان ولا يجبد نفس. ولكن راه فايت 10 سنين اللي عطوني هذا راه بحال مات شويه بيعيه خصنا نستعملوا ليسانس المازوت المازوت الغازوال تاع الغازوال حنا غادي نشوفوا ما ربنا هذا يديروا لنا الطاقه الشمسيه على واسه لان حتى هاد الناس ديال هنا تاع القرى فقراء وكذا باش المازوت غالي عليهم الله نستافدوا شويه حتى انا بالطاقه الشمسيه ديال لوفيس الله يحسن العون تبارك الله منطقه عجبتني بزاف هنا لا زينه الطبيعه والجو زين وما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك هنايا قول لي شحال مدار هنايا اللي ساكنين اسيدي كان انا بلين عقلنا زدت هنايا وقريت هنايا وقرينا استاذ وقريت في المدينه و40 عام وانا نقري تبارك الله ولكن واشنو انا هنايا كانت 33 دار 33 دار اللي راه هنا الستينات كانت اليوم خواه وهو حجروا المدينه ولاو بعض الناس راهم في سبع حتى تسع تاع الديون تبارك الله ثلاثه ولكن كانت 33 ولكن كلشي هجروا للمدينه اللي هدوا للمدينه مكانش كاين على حساب نقص من الماء ونقص الماء والمدرسة والأخوة وما كاينش عاد راهم يديروا التنمية البشرية واحد الشيء ديال التنمية البشرية تاع بحال مثلا يقريو الأولاد يجيبوا لهم ذوك الطوبيسات داك الشيء اللي بغيت نسولك قبيله سمح لي قاطعتك أستاذ الأولاد ديال هذه المنطقة فين يقريو؟ كيقراو هنا في نواشكرات بنواشكرات كاين المدرسة تما كاين مدرسة تما ولكن ها هو ها هما تلامذ داو الشهادة ديالهم نعم داو السادس ديالهم باش يهودوا للمدينه ما كانش داخليه وما كانش فين يكونوا ها هما ريضوا على القرادير هذا راه جريمه كبرى ما كنشوف عندك ما كانش توبيس ديال التنميه البشريه اللي كينقلهم من المدينه يجيبهم لهنا هما دايرين هذا الشيء بجد تافوغات ودايرين بجد عين صفا ولكن هنا ما كاينش هذا هو شوما هذا فين هاد الناس انما الصراحه ما خصي كل شيء تاع التوازن. الرساله ان شاء الله تكون واصله ان شاء الله. ان شاء الله هذه الرساله نوصلوها للسيد العميد رجل طيب ونعرفوا عليه مزيان وقايم بالواجب ديالو ونشكروه. الله يحفظك نشكروه ولكن هذه بدل التجربه تاع هذا تاع الطوبيس هما ناس هنا يقراوا وما ويريضوا القرايه. خذوا سبعه باش يهودوا للمدينه يقراوا في الاعدادي ما سابوش فين يكونوا. احسن لهم. جاوا للداخل قال لهم ما كاينش. هذا هو لا. ومشاو فيما مشاو في مرمى ويديهم ما كاينش. ولهذا علاش نحرموا هاد الناس هذا راه جاري ما خصناش كاين كاين حنا في 2022 ضروري الدراسه باش يكونوا الجيل هذا الجيل هذا العلم هو الاساس كاينه واش الانسان هنا ما عرفش تسميتهم هنا الاباء ديالهم لا اله الا الله لا اله الا الله بصح ماشي نيشان نيشان راه انا بعدا انا بعدا بغيت نسولك قبيله على هاد غادي نصيف الولد غادي نلغيه ولا نقول له ها هو فاين مزيان من غطيتو هاد الحاسي هذا انت ولادي جيت تحشي واحد واه امي ما تخاف معليش امي